أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابنتي جاءت لعمل عمرة ولكن حاضت منذ 8 أيام، فهي تبكي لأنها لم ينقطع لها لم يبقى لها إلا يومان ولم ينقطع الحيض حتى هذه الساعة، فهل يجوز لها أداء عمرة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، ما تؤدي العمرة وهي عليها الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتنتظر حتى ينقطع عنها الدم، دم العادة، عادة الحيض، وأكثرها 15 يوم، هذا أكثر دم الحيض. فإذا انقطع الدم الحمد لله تغتسل وتؤدي العمرة، وإذا لم ينقطع وتمت 15 يوم وهو ما انقطع هذا ما هو بحيض، ألا أصبح نزيف، عليها أنها تستنجي بالماء وتطهر المحل، ثم تضع شيئا على المخرج يمنع تسرب الدم، ثم تتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها. نعم، فهي تنتظر إلى 15 يوم، فإن لم ينقطع الدم فإنها تستنجي وتجعل شيئا يحفظ الخارج، ثم توضأ وتطوف في الحال وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها. نعم.